السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف في تربية الأرانب، وهو كيفية إمساك الأرانب بطريقة احترافية. يعني كاع الناس اللي يعني ملي كتمشيو للسوق مثلا ولا كتشوفوا شي واحد هاز الأرانب، كاين المسكة الشهير اللي كلشي كيمسكها وهي خاطئة 100%، وهي أننا نشدوا الأرانب ديالنا من الأذنين. يعني شحال واحد كيشوف الأرنب هو هذا هكا سمو كيقول يعني النقطة المرتفعة هي غادي نشدو من ودنيه ونهزو، كونوا متأكدين أن ديك الأرنب مسكين راه كتعداو عليه. وفي نفس الوقت هاد القراوش، حنا كنقول لهم القراوش كيكونوا هنا هكا، هادو راهم كيطرطقوا. شحال من 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 واحد كتلقى ملي كيقلب الأرانب ديالو كي يقيس في هاد الجهة هادي، كتلقاها ديما سخونة وهاد الجهة كتكون مطرطقة. حنا كنقولوها مطرطقة كيوليو ودنيه ماشي واقفين تبارك الله بحال هكا، لا كتلقى ودنهم غير طايحين ولا من هاد الجهه من هنايا ديما عندهم ضرر في هاد الجهه. المهم احنا نشوفوا القضيه ديال كإنسانيين، يعني كإنسانيين ممكن اننا ندرسوا الفيزيولوجيا ديال الارنب هانتوما هنايا ما يمكنش نشدوه، هنا ما يمكنش نشدوه في كرشه، ما يمكنش نشدوه. شحال من واحد عاوتاني كاين واحد الناس الله يسمح لهم كيهزوه من الرجلين ديالو، يعني الرجل الخلفي، يعني كيجيو من الرجلين ديالو ويهزوه. سمو كيوقع ان الارنب كيبقى يتخبط. يعني شحال من واحد كيكون كيربي ارانب وما فاهم كيفاش يشد، ديما كتلقاه جهه الساعد ديالو من هاد الجهه مثلا، هاد الساعد كتلقاه ديما عنده هنايا جرح مجروح، يعني كيبغي يهزو. يعني الارنب كيبقى يدور بحال هكا كيخاف وكيبقى يدور هكا في الساعد ديالو، كتحسو بلي كاين الجرح ديما في هذاك المربي. علاش؟ لان ما فاهم كيفاش يمسك الارنب. ومسك ديال الارنب كيختلف ما بين الصغير والكبير، يعني ممكن ان هاد الصغار هادو عندهم مسكه خاصه بهم. علاش؟ لانهم ما تقالينش في الوزن، يعني خفافين. ممكن ان نوريكم المسكه ديال الصغار والمسكه ديال الكبار. نبداو بالمسكه ديال الصغار. انتم كما كتشوفوا معايا الصغار حالهم ساهل، يعني ممكن انكم ديما هي الأذنين اللي مش ضروري أنكم ما تهزهمش من الأذنين ديالهم، راه هاد القراوش هادو كيطرطقوا لهم. المسكة ديال الأرنب الصغير هكا غير هكا صافي، راه دابا راني ماسكو ماشي مشكل. هانتوما ماشي من الظهر ديالو تهزوه هكا، وماشي تشدوه غير شدة خفيفة هكا باش ما يتشنتفلوش الشعر ديالو هكا. هانتوما غير بحال هكا صافي، هكا راه مزيان. هادي هي الشدة الصحيحه والاحترافيه. لاحظوا انني بحال اللي راه مبنج في يدي، ما يمكنش انه يبقى يتزعزع. انتم شويه وصافي، وديما ماشي تقربوه لعندكم هكا دوروا الاتجاه، لا هكا. انتم ممكن انني نهزهم كاملين بهذه المسكه هذه ونديرهم في الموقع اللي بغيت. انتم غير بحال هكا، انكم تكونوا قايسين الجلد ماشي تكونوا شادين غير الشعر. دابا هادي من المسكه ديال الصغار، لا بالنسبه ديال من بعد الفطام لا قبل الفطام، ديما هذيك هي المسكه غير من ماشي من الظهر وانما من الكتاف ديالو. رانا دابا نمشيو نشوفوا المسكه ديال الكبار كما قلت لكم انتم هذا تبارك الله راه ذكر رومي، راه يعني جايب الميزان. كاين المسكه الاحترافيه واللي ممكن انكم تستعملوها، وهي ماشي من الظهر، ماشي من الخلف ديالو، ماشي من رجليه، ماشي من 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 كما قلت لكم ماشي من الاذنين ديالو، هنايا في الكتف ديالو. ولكن ماشي غادي تشدوه بحال هكا مثلا، هو ثقيل وتشدوه غادي يبقى لكم الزغف في يديكم، لا حطوا اليد ديالكم كامله بهذه الطريقه وكمشوا. سمو غادي تلقاوه، تلقاو واحد 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 الجلد كاين هنايا، هذا الجلد هذا هما اللي كتدقوا فيه الابره ديال الموراجي. يعني كاين بخافاك هنايا هذه الجهه هذه، يعني ما كان فيهاش اللحم، فيها جلد سميك. هذا الجلد السميك ممكن انكم تحسوا به، يعني اللي عنده ارانب يشد هذه الجهه هذه ويشوف راه واحد الجلد سميك من غير اللحم. اللحم ها هو بعيد عليه، نتوما كتحطوا يديكم بالكامل بهذه الطريقه وكتهزوه بهذه الطريقه. انتوما لاحظوا معي انتوما واخا يبغي يتركل ما غاديش ياديكم. هانتوما راه تبارك الله راه ثقيل دابا هذا، يعني ماشي يعني بالنسبه للارانب الصغار
او المتوسطي الحجم ولا البلديين. انت اجي ولدي شد معايا، انا غادي نوريكم مسكه اخرى. لا شد البورطه انتم، ممكن انكم تحطوا اليد ديالكم هنايا باش تساعدوه شي شويه. انتم كتشدوه من هنا، شوفوا دابا انا بحالي بنجتو صافي، ما غاديش يبقى يتحرك. هانتوما هذه هي المسكه الصحيحه والاحترافيه اللي يستعملوها يعني الكبار المزارع. هذه هي المسكه ديالها. هانتوما بعثتوا عليا هكا، وهذه هذه اليد هذه ما هي الا حامل. هانتوما منين تبغوا تحطوه، هانتوما ها حطوه برفق هكا طلق صافي صافي. راه دابا راه مزيان يعني مسكه صحيحه 100%. بالنسبه للارنب هذه راه يعني ارنب ثقيل، يعني راه يقدر يكون فيه تبارك الله واحد نقولوا واحد 7 كيلو ولا 8 كيلو، ماشي بحال الارنب يعني هذا الرومي، هذا الرومي. اما بالنسبه للارانب البلديه راه المسكه ديالهم ابسط مما يكون. انتم هادو بحال هادو راهم في عمر نقولوا شهرين ونص، شهرين ونص. انتم كما العاده هكا لانه خفيف. الارنب الرومي ماشي هو الارنب البلدي. الارنب البلدي ساهل ساهل مسكين، ما كيتعصبش، ما كي اكثر يلا شديتو هاد الشده هذه. انتم صافي هذه الطريقه. وهاد الشده هذه راني استعملتها انايا قدام ناس يعني في 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 السوق، كيقولوا لك اش اشنو هاد الشده اللي راك شاد، يعني راك ما كتعرفش. ومنين يعني تكلمت مع الناس وشرحت لهم باللي راه هذه هي الشده المزيانه اللي الاحترافيه ممكن ما تضرهمش، لاحظت بعد مرور واحد شهور لاحظت ان كاع الناس اللي كاينين تمايا ولاو كيشدوا هذيك الشده. يعني بحال اللي نقولوا تعليم، هو بمثابه تعليم. هانتوما اي ارنب بغيتوا تشدوه هانتوما واخا يكونوا مجموعين، ديما حطوا يديكم بالاكمل هكا كمشوا وهز. هانتوما ما غادي بحال اللي كتبنجوه، انا كنقول هذا العمليه بمثابه التبنيج. هانتوما منين تبغي تحطوا ماشي تطلقوا، باينه غادي تحطوا على الارجل ديالو هكا بما ما يبقاش يتركل وطلق صافي، حيد يدك صافي. هذا هي يعني المسكه الصحيحه اللي ممكن انكم تعلموها، وما تبقاوش تاذيو الارانب ديالكم وما تاذيوش تنفسكم. يعني شحال من واحد من كيما قلت لكم السعيد ديالو من هذه الجهه كتلقى فيه واحد خباش وواحد الجرح في المنطقه هذيك كلها، كيكون يا اما هزو من رجليه، يعني الارنب تهز من رجليه وبقى كيدور حتى ضرب بالارجل الاماميه، ولما لا ممكن انه يعض، يعني لانك انتهزه من رجليه هو خايف، واخا ما يكونش عدواني راه في ديك اللقطه غادي يخاف على راسه، غادي يولي كيعض. واخا يعني شحال من واحد ما غاديش يفهم علاش عضني، ولكن انت راك اديتيه حتى هو راه اداك 100%. الناس اللي كيهزوا عاوتاني من الاذنين راهم كيرتكبوا يعني واحد الخطا فظيع، يعني كيتعداو على ديك الارنب. المسكة الصحيحة راني وريتها لكم، حاولوا انكم تتعاملوا مع الارانب ديالكم برفق، يعني ما تاذيوهمش. كنظن انني وصلت لكم المعلومة. الا كاين شي يعني معلومات جديدة فهاد التقنية اللي درت، مرحبا بكم في التعاليق الطيبة ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الطيبة، والناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا. ما تنساو الناس بديرجام كيو العزير جام باش تساندونا ونزيدوا القدام قناة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.